حبيت وسألت حضرتك عضوية مجلس محلي لمدينة دي بتشترط ان الشخص ده يبقى عنده الجنسية. دي حقيقة. فانت بهرتيني، انت خدتيها قبل الجنسية؟ قبل الجنسية. أوكي. الحقيقة انا برضو يعني كتير جدا عملت حاجات كتير جدا مع بيت الحي، والمحافظ نفسه كان بيحضر اللقاءات دي، ويمكن هم في اليوم العالمي للمرأة في شهر مارس في 2017 اختاروني ان انا اكون يعني زي مستشارة للتعامل مع الاجانب او مع العربيات، اللي انا ساعدهم في الاندماج مع المجتمع المدني. بالظبط حضرتك كده. فده خلاني ان انا ابدا بان انا اتفاعل اكتر معاهم، فهم حسوا ان في عنصر فعال. عائق ان هي حته ان جنسيه ومش جنسيه، انا شخصيا نفسي اتفاجئت لما لقيتهم احنا عايزين السي في بتاع حضرتك وعايزين في مقابله مع المحافظ وحاجات كتير جدا. فانا انا اتخضيت فرحت فاكتشفت ان هو بيشجعوا عمله زي نظام جديد، ان هو تشجيع المغتربين او اللي هم الاجانب ان هم يندمجوا في العمليه السياسيه، يكون لهم دور مؤثر، يدخلوا في حاجه اسمها يعني اللي هو مجلس الحي. مجلس الحي هو ده زينا عندنا هنا كده برضو المحليات، بس احنا تبع الحي. فاكتشفت ان هو في قرار في شهر واحد اتمضى من المحافظ بان انا اكون ضمن مجالس الاحياء، وعلى تحديدا يعني حي نوتردام في فرساي، ده حي يعني كبير. فحسيت ان انا بصراحه المسؤوليه بدات من هنا، حسيت ان انا يعني اتحطيت في مكان عشان اكون تأهيلا لما يعني هينتج عنه، ويكون في انتخابات بقى محلية، وندخل بقى في المحليات اللي هي العمق يعني. يعني معانا دلوقتي سياسية فرنسية يعني مصرية حاجة تشرف كده، ربنا يخليك. حضرتك كمان بتشتغلي في قصر فرساي نفسه. صحيح. ادينا كده لمحة عن شكل إدارة هذه الصروح العريقة، مش بس للتاريخ لكن للثقافة كمان. الحقيقة هو مزار سياحي كبير جدا، مصنف على أنه هو يمكن من أعلى يعني نسب الزيارة في العالم بعد اللوفر. طبعا قصر فرساي معروف لأنه هو قصر الأسرة المالكة نفسها، ماري أنتوانيت، نابليون، لويس 14، يعني حاجات كتير جدا، ولويس 16. فالقصر ده يعني هو طبعا كان الأسرة المالكة، ودلوقتي بقى مزار سياحي تابع للدولة. بصراحة بيجي له سياح من جميع أنحاء العالم، حاجة كده راقية، حاجة كده يعني تنظيم على أعلى مستوى، إدارة جيدة جدا من كل الناس اللي هي موجودة فيه، كل واحد حاسس إن هو مسؤول عن المكان ده.